ازيكم؟ عامل ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا. النهارده جايه اعمل لكم ريفيو عن منتجات هنديه. طبعا انا قبل كده جربت بعض الزيوت الهنديه، هسيب لكم رابط صندوق الوصف لو حابين ترجعوا لها. لكن النهارده عن حنه، الحنه نوبار او حنه نوبور. في كتير منكم سالوني عن الحنه، وانا بصراحه انا ما كنتش جربتها خالص في حياتي اي حنه خالص، بس شفت ريفيوهات عنها كويسه، فانا قلت وليه لا، طب نجربها وان شاء الله تكون النتيجه كويسه. فانا جايه النهارده اقول لكم على كل تجربتي معاها، من مكان شرائها وسعرها وازاي اتاكد ان هي الاصليه وازاي نعملها وازاي تدينا درجه البني او درجه تانية وايه النتيجه اللي انا وصلت لها. فيلا بنبدا الفيديو. علشان اقول كل حاجة عن حنة نوبور او نوبار زي ما انتم ما تنطقوها، هي الشكل بتاعها ده. انا كنت سمعت عنها كتير في السوشيال ميديا عادي جدا، على صفحات الفيس واليوتيوب والكلام ده كله، غير الاسئلة اللي جات لي عنها، فقررت اجيبها، بس كنت خايفة ما تكونش الاصلية، بس الحمد لله طلعت الاصلية. اول حاجة ان هي قشرتها كانت عاملة 69 جنيه، يعني قول 70 جنيه، من جوميا. كانت شاملة التوصيل. الحجم بتاعها هو المفروض 120 ملي، بس في 25 اكسترا اللي هي موجودة فوق هنا، تمام، الزيادة يعني، فبتكون تقريبا 150 جرام، تمام. بتكون بالشكل ده كده اهوت، ومن ورا كمان بيكون الشكل ده كده، تمام. عرفت ازاي ان هي اصلية؟ اول حاجة الاخضر اللي موجود هنا هو اخضر طبيعي بالمنظر ده كده، مش اخضر غامق ولا اخضر فاتح اوفر، تمام. شكل من ورا كمان اللون البني ده، لان فيها عبوات بتكون لونها اخضر وده مش الاصليه. الحاجه اللي بعد كده ان هي موجوده عليها هنا ان هي ميدن انديا، موجوده هنا اهي ان هي ميدن انديا يعني هندي. طبعا انتوا عارفين قبل كده ان انا هسيب لكم رابط صندوق الوصف عن ازاي نتاكد من الباركود ان المنتج ده اصلي. ففي فيديو كنت عامله لكم ازاي تتاكدوا عن طريق الباركود ده، فانا هسيب لكم برده صندوق سوري الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. فدخلت بالباركود ده على البرنامج اللي بقول لكم عليه ده، تمام، وطلع ان هي فعلا نفس الحنه دي وان هي منتج هندي. فساعتها اطمنت وقلت خلاص انا هفتح العبوه، بس كنت في استفسار بسيط، لقيت هنا ان هو موجود هنا تاريخ الصلاحيه 7/22، وما كنتش عارفه ان ده يعني تاريخ الصلاحيه ولا الانتهاء. بس قعدت ادور كده في الكيس كتير واترجم كل اللي موجود عليه، لحد ما وصلت هنا ان في 36 شهر هو تاريخ الصلاحيه من بعد المدون على العبوه، يعني بعد التاريخ ده هيقعد 36 شهر، يعني تقريبا 3 سنين، يعني هيقعد تقريبا لحد 2025، لان مكتوب عندي هنا 2022 36 شهر، يعني 2025. فقلت خلاص تمام انا هبدا افتح الحنه. وفعلا لما فتحتها لقيتها بالمنظر ده، انا مش عارفه هتوصل لكم اهوت كده، واصله اهي ماشي بالمنظر ده من جوه. بالنسبه لريحتها، هي ريحتها زي ريحه اي حنه، تمام. انا كان بالنسبه لي ريحه مش وحشه، كويسه يعني، علشان طبعا الحاجات دي بتسيب اثر شويه في الشعر، تمام. فقلت خلاص تمام، طب انا طبقتها ازاي؟ اول حاجه هسيب لكم كل ازاي طبقتها في نفس الفيديو ده وانا بطبقها، تمام. بس انا دلوقتي هقول لكم المميزات والعيوب، وهسيب لكم طريقه التطبيق في نهايه الفيديو لان كنت مصوره لوحده، تمام. وكمان هحط لكم صور عليه ان هو النتيجه شعري كان شكله عامل ازاي وبعد كده اختلف ازاي. بالنسبه لمميزاتها ان هي سعرها كويس، موجوده في جوميا، بتوصل بسرعه، بتكون شامله التوصيل، ان هي طالعه منتج اصلي. بالنسبه لريحتها كويسه، طريقه العمل بتاعتها كويسه. انا عملتها ازاي؟ ان انا عجنت 4 معالق او 5 معالق، ما تقولوش ان هو اقل من كده، هو شعري هو ده تقريبا لنص ظهري كده، اخدت 5 معالق من الحنه، وكمان عملت فيها مسحوق اللي هو قهوه، معلقه قهوه وعليها معلقه قرنفل، حوالي 5 وحدات،
ومعلقه حبه البركه ومعلقه كاكاو، وحطيتهم على بعض وحطيتهم على النار لحد ما غلوا، وبعد كده رفعتهم ولحد ما هديوا صفيتهم وحطيتهم في كوبايه وبدات اعجن بيها، وسبتها حوالي ساعتين كده. وبعد كده ضفت عليها 5 معالق من الحليب العادي خالص، وحطيت معاها بيضه. وللاسف دي كانت غلطتي ان انا حطيت معاها بيضه. هما بيقولوا ان هي بترطب الشعر وبتبقى كويسه، بس خلوا بالكم مهما غسلته، انا غسلت بشامبو وحمام كريم، فضل ريحه البيض كاني عامله اومليت في شعري، ما حبيتهوش خالص. يعني انا ان شاء الله لما هجربها تاني مش هحط بيض، هعمل نفس الطريقه دي بالظبط، لانها النتيجه كانت كويسه، رطبت لي شعري كانت كويسه جدا، لكن مش هحط البيض لانه فعلا عمل ريحه وحشه جدا في شعري، مع اني انا ما سبتهاش كتير، سبتها ساعتين، يعني ساعتين عجن وساعتين سبتهم على شعري، ومع ذلك عملت الريحه دي. خلوا بالكم ان البيضه دي كمان انا حطيتها قبل ما اخد قبل ما قبل ما احطها على طول على شعري، يعني ما سبتهاش الساعتين عشان اقول مثلا ده الريحه دي عشان انا سبتها ساعتين تتخمر، لا ده انا حطيتها قبل ما ادخل اطبقها على شعري. فامال لو كنت سبتها بقى الساعتين كمان قبلها كانت حصل لي من الريحه. فبصراحه البيضه انا مرجحهاش خالص، الا لو انتم بتحبوا بقى ريحه البيض الاومليت على شعركم. لكن الطريقه دي خلت الشعر اول حاجه اللون كان، طبعا انتوا عارفين من الفيديوهات اللي قبل كده ان كان شعري من فوق اللي هو الجذور طالعه بني غامق، وتحت كان لون نحاسي كده، فهو حد اللون يعني غمق اللون شويه، تمام، ما اعطانيش الاورنج وما اعطانيش البني الغامق، لكن يعني غمق يعني بني نحاسي، بس الشعر الاسود يا دوبك ضي بسيط لون بني، بني نحاسي، تمام. فانتوا لو شعركم اسود هيدي ضي بسيط خالص لما يبقى في الشمس، ان هو بني نحاسي كده. لو شعركم مسبوخ فاتح هينقل بني نحاسي زي الصوره اللي هسيبها لكم فوق دي. لكن لو شعركم فيه شيب ابيض فاسمر، انا شايفه انه هيطلع حلو، ان الاسمر هيفضل زي ما هو بضي بسيط، والشعر الابيض هو اللي هيتلون البني النحاسي ده، فهيبقى يعني شعر مختلط كده، حاسه ان هو بشكله حلو. بس الناس اللي ما بتحبش درجه اللون البني النحاسي اللي هسيب لكم الصوره بتاعتها فوق يبقى بلاش، تمام. لكن الناس بتحط بقى شاي اخضر وكركديه والكلام ده كله عليه بيدي بني محمر، بس برده ما بتديش النتيجه اللي انتم متوقعينها، هيبقى لون احمر مهونجي، لا خالص ما فيش الكلام ده، هيبقى ضي بسيط خالص برده. بس انا ما كنتش حابه اللون الاحمرات فخليتها في البنيات زي ما انا عجنتها. ده بالنسبه للون. بالنسبه بقى للافكت بتاعتها، بصراحه انا حبيته. اول حاجه ان هو حاسه ان الشعرايه طريه مش ناشفه، بس مش طريقه لدرجه ان انا كان شعري ناشف وطرته، لا يعني هو حافظت لي على رطوبه شعري كاني عامله حمام كريم، تمام. بالنسبه بقى ل يعني سمك الشعرايه، او ان هي مثلا حافظت عليه من التساقط والكلام ده كله، طبعا الكلام ده اللي يطلع يقول لكم ريفيو على طول كده، لا يعني هو انا لازم تستمروا عليه اقل حاجه شهرين استعمال، مرتين في الاسبوع، سوري مرتين في الشهر، علشان تقولوا اه ده فرقت معايا في التساقط او سمكت الشعريه ولا لا. بس انا النتيجه بتاعتها يعني مبدئيا كويسه، ان انا اكررها تاني ولو حتى مره في الشهر زي اي حمام كريم، اقوم عاملاه في شعري وحطاه. طريقه تطبيقها سهله جدا، بقسم شعري نصين وببدا زي صبغه بالظبط، بحطه لحد ما اخلص واحط التوكه هنا. اهم حاجه بلاش تعجنه باي حاجه معدن، ما تحطوش توك معدن، يا دوبك بلاستيك من هنا ومن هنا. وبعد كده حطيتها على شعري بلاستيك وسبته شويه، وبعد كده حطيت فوقيه ورق فويل، فوق الكيس اللي هو البلاستيك ده ورق فويل عشان اسخنه شويه بالاستشوار، لان البروكاب ما كانش موجود عندي حاليا، ف هبقى اجيبه المره الجايه لما اجي اصدمها تاني هجيبه، لان السخونه دي بتساعد ان هو ما نقعدش وقت طويل بيه الحنه. في ناس بتقعد بالخمس ست ساعات عشان تاخد النتيجه، لكن الطريقه اللي احنا نحط البلاستيك ونحط البروكاب لمده ساعه، طبعا كل ربع ساعه بنريح، كل ربع ساعه بنريح كده، وبعد كده ناخد شاور، هتوفر لنا من 5 6 ساعات لساعتين. انا عملت كده، حطيت ورق فويل وبقيت اسخن كده من فوق حبه استشوار، اول ما الاقي ان هو الفويل بدا يسخن اقوم سايباه شويه لحد ما يبرد، واعمل كده
قعدت كده شويه لمده ساعتين كده، وبعد كده خدت خليته يهدى وخدت الشاور. خدت شاور بايه؟ خدت كان عندي مجموعه اكسل اللي هو الشامبو وحمام الكريم. غسلت شعري الاول، هي بتنزل بسرعه ما فيهاش اي مشكله، خصوصا مع الشعور اللي هي الناعمه. ممكن الشعور الخشنه او الكيرلي ممكن تاخد وقت شويه بس هتنزل في نفس اليوم يعني. واستخدموا الشامبو، وبعد كده حطيت حمام كريم وسبت شويه قبل ما غسلت جسمي، وبعد كده شطفته، وطبعا شطفت ميه معدنيه. الافضل من الميه المعدنيه اللي انا بعمله معلقه حبه البركه والروز ماري، بغليهم و بخليهم فاترين كده، وبعد بحطهم على نص ازازه ميه معدنيه وبشرب بيها عشان توصل النتيجه احسن للشعريه وفروه الراس استفاد اكتر. بالنسبه بقى ايه كمان ده بالنسبه للشعر، حسيت بايه وفي نفس الوقت يعني اللون. طيب بعد ما اطلع من الشاور بعمل ايه؟ ببدا ان انا انشف شعري بسيط خالص، وبحط اللوشن بتاعي اللي هو بتاع روزاليا على فروه الراس، وبدلكه شويه واسيبه يهدى لحد ما يبدا شعري يندي. ببدا ان انا اسلكه كده بالراحه، وببدا احط السيرم بتاعي. انا جربت سيرم اكسل وهعمل لكم ريفيو عنه قريب جدا، يعني كده يومين ثلاثه او خليه مثلا اسبوعين ولا حاجه، عقبال ما اكون جربته كويس جدا واقدر اعمل ريفيو عنه. بس هو مبدئيا كويس معايا لحد دلوقتي، تقريبا استخدمته مرتين بس انا عايزه استخدمه اكتر علشان اقول لكم النتيجه. بالنسبه بقى للحنه، انا شايفه نتيجتها كويسه للشعرايه. اللون ما ضايقنيش، بالعكس اللون كان شعري من تحت كان لونه فاتح قوي، النحاس الفاتح هو هدالي اللون. الشعر الاسمر ما اتضرش خالص، بالعكس كان عامل ضي في الشمس كده نفس اللون النحاس اللي موجود في شعري، فكان كويس. هسيب لكم الصوره هنا. وكمان ان هو يعني سعرها وكده فكويسه، وطريقه التطبيق برده كويسه ما فيهاش مشكله خالص. لو حابين تسالوا عن اي حاجه او نسيت انا اقول حاجه اكتبوا لي في الكومنتس، وهكون دايما موجوده معاكم وارد لكم عليها. حتى لو انتوا حابين يعني تسالوني بعد شهرين ثلاثه عنها، انا بجاوب على كل التعليقات علشان تعرفوا النتيجه بتاعتها. اهم حاجه ما تنسوش بقى اللايك والشير وكمان الاشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها لكم. وكمان في صبغه شعر بدون امونيا انا جربتها وكانت دي النتيجه، تمام؟ هقولها لكم في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. بس اعملوا بقى زر الجرس عشان يوصل لكم الاشعار اول ما انزل. اشارك معاكم تجربتي في عمل حنه نوبار او نوبوري الهنديه، لاني خايفه جدا بس قلت اشارك معاكم، سواء ان شاء الله من غير مقاطعه تكون التجربه كويسه وافدكم، او بعد الشهر تكون معايا يظهر اي حاجه مش تمام فبرضو اشاركها معاكم علشان احذركم منها. وان شاء الله خلينا نتفائل بالخير وان شاء الله تكون كويسه. الحنه دي حنه نوبار او نوبور، انا كنت شارياها من جوميا، كانت عامله 65 جنيه، اللي هي مكتوب عليها 25% اكسترا. دي شكلها تبقى مكتوبه الكلمه دي بالاورنج كده، وفي كلمه هنا بالفضي، وده ظهرها، تمام. مكتوب ان هي الهندي، هقرب لكم منها، اهي موجوده ان هي انديا، تمام. ومكتوب هنا تاريخ الصلاحيه بتاعتها، ده تاريخ الانتاج اهوت، وهنا تاريخ الصلاحيه 36 شهر من الانتاج اللي موجود على العلبه، يعني بتقعد معاكم 3 سنين، لان ده انا كنت محتاره فيه دي اكسباير ولا الانتاج. فالحمد لله هتدور جوه الكيس كده لحد ما عرفت ان هنا 36 شهر من تاريخ الانتاج الموجود هنا، يعني حوالي 3 سنين، هتقعد معاكم كتير. ده شكل العبوه من جوه اهوت، بيكون لونه كده مدي على زيتوني فاتح، لون الكمون كده ما بينطحن. عملت ايه بقى؟ انا جبت معلقه بن كبيره ومعلقه شوكولاته كبيره، وحطيت معاهم كمان 5 اعواد قرنفل ومعلقه صغيره كده حبه البركه، علشان عايزه اللون، لو هتدي لون تبقى الالوان مديه على بنيات وما تكونش فاقعه
لانهم هما بيحطوا لها ساعات كركم فبيدي اللون الفاتح شويه في البنيات، وساعات بيحطوا معاها الشاي اللي هو لونه احمر وكركديه فبيدي لون احمر، فانا مش حباه يبقى لونه احمر لان شعري انا على بنيات، فانا عايزه بس ان هو الافاده منها اكتر من اللون. انا جايباه عشان حاسه ان شعري جاف شويه كده في الشتاء، فخصوصا الاطراف، فانا قلت ان انا اجربها عشان هما بيقولوا بتطر الشعر، فقلت اجربها وربنا يستر. عملت ايه انا بقى هنا؟ جبت الميه ديت بعد حطيتها كل واحده معلقه وحطيتها على نار في كاسرولة وحطيت ميه وسبتها تغلي يا دوبك 5 دقايق، واول ما خلصت غطيتها وسبتها تهدى شويه صغيرين. كنت جبت 3 معالق الحنه، اهم حاجه تكون الكوبايه او الطبق او الحاجه اللي انتوا هتعملوها هتعجنوا فيها تكون بلاستيك، والمعلقه كمان بلاستيك. وهنا جيت صفيت من التفل الموجود فيها بتاعت القهوه والشوكولات والقرنفل والحبه البركه، صفيت خالص الميه بحيث تبقى ميه بس. وبقيت حطيت هنا دي 3 معالق تمام كبار من المعلقه دي، حطيتها هنا وبدات اصب حبه حبه لحد ما حصلت على القوام ده، لانهم بيقولوا هتتقل اكتر من كده كمان، فانا لسه كمان بعد ما هتتقل هغطيها بورق بلاستيك وفي ورق فايل علشان ان انا عايزاها بعد ساعتين استخدمها، مش عايزه اقعدها اليوم طويل لاني انا وقتي مش هيسمح بكده. وبعد ان شاء الله ما هخلصها تخمر بعدها بساعتين هجيب صفار بيضه، بس مش البياض لان الصفار المفروض بيرطب الشعر اكتر من البياض. البياض سواء بيجفف، حتى لما بيكون حد عنده بشره دهنيه يقولك حط بياض بتفت تلاقي وشه شد كده، فهحط بس صفار البيضه واحط معاها 3 معالق حليب بس كده مش زبادي، لانه بيقولوا الزبادي بيهيش الشعر، فانا هحط 3 معالق حليب بس للافاده والترطيب، وهقلبهم تاني وابدا اطبقهم على الشعر واقعد بيهم 3 ساعات، وبعد كده اشطفه وانشفه وبقول لكم النتيجه ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله، او هيبقى مرفق مع الفيديو ده. ادعولي بقى ان الحنة تكون كويسة وتجيب نتيجة مع الشعر، لانه بيقولوا ممكن نكرر الحنة دي مش مرة واحدة بس، لا ده ممكن نكررها كل اسبوع مرة او كل اسبوعين او كل شهر. فلو حاجة زي كده هتعزز لون الشعر وفي نفس الوقت ترطبه وتخليه كويس، فتمام مفيش اي مشكلة، زيه زي اي ماسك بنعمله. وادعولي بقى. باي باي.